اعتقد ان مفيش حد، واعتقد مش في مصر بس، يمكن عندكم برضو محدش ما عملهاش. ايوه اللي هو يجي ليله العيد اخر يوم في رمضان قبل صلاه الفجر بعد الاذان بالظبط يقوم شارك كلنا وياكل. كلنا يا باشا عندكم الموضوع ده بعد اذان الفجر على طول على طول لما يخلص اذان نكسر الصيام لا سبحان الله. لا احنا الفرحه عارف الفرحه اللي هي بتاعت احنا ناكل تمر تمره او ثلاث تمرات أو احنا بعد الفجر إيه؟ على طول يا بعد أستاذ. صلاه الفجر ايوه بعد عفوا لما ياذن لما أيوة. قبل ما نروح صلاه الفجر احنا بقى اللي هو إيه؟ سنه اللي هو احنا على طول 30 يوم ورا بعض بتمسك فجر خلاص شكرا احنا بقى بنيجي في اليوم ده بقى ايه عيد اشرب اشرب وكل بعد اذان الفجر وسبحان الله قبلها بيوم محرم سبحان ربي الاعلى سبحان الله قبلها بيوم محرم تعمل كده واليوم ده محل حلال طبعا سبحان الله طب برق لي ليه عادي ما قلتش يا اخي محرم انك تاكل بعد الفجر في رمضان يعني حرام لا كلام ما برأ يعني شعور برأت. شعور جميل والله ايوه يعني والله أيوة. فعلا شوف كيف التزام المسلمين طيله 30 يوم وفرحتهم يمسكون بعد صلاه الفجر وفي لحظه على طول يا سلام لانه محرم طبعا محرم اصلا صيام اليوم الاول في طبعا في العيد لا يجوز بالضبط عشان كده احنا بنشرب على طول في اشياء ما ناكلها اصلا في الصباح لو جيت الايام السنه كلها مستحيل تاكل ذبيحه في الصباح ما ناكل لا صحيح لكن في العيد حاضر تعبير عن الفرح احنا نروح دلوقتي يعني نروح برضو العيد عيد الاضحى بنفطر فته ولحمه ورز احنا اتفقنا ان نتكلم في عيد الفطر خلاص تعالى بقى نروح لجمهوريه الالاج بعد يوم العيد بنفتح الباب بنجهز قبله ب 15 يوم والله اي والله يا جماعه صدق والله والله يوم العيد بنجهز قبله ب 15 يوم تنظيف في نص رمضان التنظيف ده 10 ايام قبل العيد ليه انت بتوصف رمضان لا هقول لك بيمسحوا بفرش البلاط كل كل البيوت بتبدا تجهز الدقيق والسمن والعجوه والتمر والحاجات دي كلها يوفروه يعني يبقى موجود يبقى جاهز احنا كده جاهزين عشان ايه بقى يبداوا بقى يعملوا ايه البسكوت والكحك والقرص والعجوه والحاجات دي كلها عشان في حجز في الافران تروح تستلم تروح تحط البطاقه بتاعتك نصير يوم عشان الحق قبل ما الفرن يزحم مش هيرضى يسوي لي اعمل ايه يا علي نروح بقى ناخد السجان دي ونقعد بقى تلاقي الاسره كلها فرشين الطبالي اللي هي طبليه عندنا في كل البيوت حتى لو في سفره وتمدن مركونه وكله بيستعمل الطبليه وتسمع بقى ايه تلاقي بقى كله بقى ايه عجين العيال الصغيره قاعده بتلعب في العجين واللي بيفرد العجوه واللي مش عارف ايه وبعدين نعمل حته عجينه كبيره قوي كده ونبدا نجيب بقى الكوبايات او الاشكال نجهز نحط جواها ونقلب ونجهز تبدا بقى نسلم بقى الحاجات دي للراجل في الفرن يبدا ياخدها يسويها حصل الحاره كلها ريحتها كحك وكحك عجين وانا صغير حاره ايه والله يا استاذ هاني البلد كلها كلها الريحه تلاقي في كل حته والافران كلها بتاعت العيش وما بتشتغلش خالص غير في الكحك وال بس ما بيعملش اي حاجه لان ما حدش هيشتري منه الناس صايمه مين هيجيب فين ومين هيجيب الحاجات دي نبدا بقى نجمع بص يا استاذ هاني الحاجات دي بتتجمع بتتداق لما بتخرج من الفرن ركزوا يا شباب ده بيحصل عندنا كلنا بتتداق لما بتخرج من الفرن بعد كده بيتقفل عليها ما حدش يجي ناحيتها خالص ايوه ده حقيقي يوم العيد احنا كلنا بندوق بس من اللي عملناه ما 15 يوم بتحطوها يعني بس بقى اسمع الكلام لا احنا اللي حطينا قبل 15 يوم 15 يوم يجي نمل يجي ده لا لا 15 يوم بتجهز حاجتك لا لا ما جميلة ابراهيم ابراهيم 15 تحضير تحضير يعني ما عندهم طحين يروحوا يشتروا الطحين يحطوه السمن يحطوه انا معاك بس انا اتكلم انه برنامج المينا ما حضروا له كده الله اعلم هو اربع شهور شعرفنا المهم بقى وزهاني بقى ركز يا ربي اذان الفجر عندكم معد 15 يوم عايز مين اللي هيبقى المعد السجان الجده لو موجوده فكره القلي الجده لو موجوده الام لو موجوده وخلي بالك بقى هو ما بيبقاش في بيت واحد ده هما بيتفقوا النهارده هنعمل هنا بكره هنعمل في بيت كذا لان هما بيقوا اعداد يعني 15 يوم الثانيين تقشف تاكل اي حاجه صايمين وبنفطر يعني ما بنعملش حاجه بندوق وخلاص اللي هيمد ايده على حاجه ونفضل كلنا كده يا سلام يعني كحك 15 يوم انتوا كده تهددوا ها استنى بقى نيجي اول ما اذان الفجر يوم العيد جدا الله اكبر شاي بلبن وبسكوت
الله نروح نصلي الفجر بسكوت العيد ولا بسكوت غير بسكوت العيد اللي قعدوا 15 يوم نصلي بص بقى ركز بقى دي الاكله عندنا كلنا بنعملها بعد صلينا الفجر زكريا. صلينا العيد عيدنا على بعض دقيقه انت بعد 15 يوم تاكل في اول يوم العيد جوعت يا ابراهيم على حليب بسكوت بالرقه كلهم 15 يوم تحديد 15 تكفيل وكتمه تاكل بعد كده بقى على 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 حليب في يوم واحد مش كلهم مره واحده ابراهيم ما سيبنا كمل دول 15 يوم يعني بعد الظهر كلكم المستشفى الموضوع 15 يوم ماله تعبوا ليه المهم بقى كلنا رجعنا وعيدنا على بعض الاكله الاساسيه عندنا كلنا كبده جملي ويخني يخني ده اللي هي قطع لحمه كده ايش كبده جملي كبده لديها. جملي اليخني لذيذه يخني اللي هو بالبصل الجملي طيب ده الجملي لذيذه لا انت ما عجبتك اللي في البيوت عندنا مختلفه تماما واليخني وتلاقينا بنفطر زيكم كده اشرح اليخني لانه في بعض اليخني هو قطع من اللحم كده جميله كده هوبر بيتقال عليها بتعمل في البصل وتتقفل عليها في الغطاء 15 يوم تسبك في لا 15 ساعه بقى جوعت وتغمس بقى اللي نازل من اللحمه مع البصل طعم ما تطلعوا للعيد يا ولاد للعيد يا سلام طب نروح للحمه سمير بالنسبه لي انت عايز تتكلم في المنطقه دي بس لان انا كنت عايز اتكلم في حاجه ثانيه بس لو هتتكلم في منطقه العيد انت تقول اللي انت عايزه الله يحفظك على عيدنا الجميل تقول اللي انت عايزه لا اتكلم في عيد الفطر لا كنت عايز اتكلم على اللي قاله هاني فكره اللمه قاله هاني مش قالوا هاني اللي قالوا اللي قالوا استاذ اللي قال والله انت قائد عظيم تعرف ازاي تغير الكلام اللي قالوا استاذ هاني فكره اللمه واوا بعد التمدن بعد التمدن ما بقاش فيه كده وده ليه ما اعرفش يمكن الناس اتشغلت بجمع الفلوس الناس المشاغل والمصالح فرقتهم عن بعض والدتي الله يديها الصحه يا رب ويخليها لي ويبارك لي في عمرها الله يحفظك يا ام احمد امين يا رب انت محظوظه بهذا الولد اللهم امين يا رب وزوجتي بيجوا قبل عيد الفطر زي اي ام مصريه بتقعد تجمع برضو الحاجات زي ما قال زكريا 15 يوم لا مش 15 يوم لا انتوا عشان هقول لك يا حبيبي هقول لك السر انتوا ليه انتوا عشان بيت عيله لا عشان بنحجز في الافران انتوا مش فاهمين احنا عندنا كده برضو ما احنا بنحجز في الفرن وبناخد السجان وبنروح وبنسيب البضاعه كلها بس هي بتقعد برغم ان هي عندها نقرس تاخدون السجان السجان مش دخل السجان يا اخي ما هي جمع سلمها حسب السجان حسب السجان صاج 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 الفرن صاج الفرن بندخل السجان الفرن استاذ بسيم معلش هو قال السجان انا جه في بالي السجان اتفضل المهم بتقعد برضو تجمع يغز الحاجه بسمع اخوكم بيتكلم وتقعد العجين برغم ان هي طبعا ايديها النقرس وايديها تعباها ولكن اسالها اقول لها طب تقول لي لا دي عاده وربنا ما يطلعها ما يقطعها ربنا ما يقطعها انا كنت في بيت ابويا واهلي واخواتي كنا بنقعد نعمل كده يا سلام طبعا بعد التمدن يا غزي والناس اتفرقت والدنيا فانا مش عارف هل احنا افتقدنا عادات وتقاليد مهمه في حياتنا عادات وتقاليد احنا تربينا عليها ولا المشاغل والزمن والحاجات فرقتنا جميل انا في حاجه كاتبها بتتكلم عن الحته دي اذا تسمح لي ان انا اقولها يعني ما اعرفش اسال الشباب قبل ما تقولها احمد ذكرني بشيء سالفه انه بيت العيله والبيت الصغير ويعني وبيت اول في الاعياد كان سبحان الله في اخر يمكن يومين في رمضان او ليلتين في رمضان تلقى شيء داخل عليك من الجيران الله شيء للعيد الله تلقى انت مودي شيء برضو حق العيد الله خاف كانت الحين قلت هذه قلت صحيح. هذه تراها موجوده هي موجودة. لكنها قلت يعني لو تطلع للارياف مثلا تطلع للقرى بعض القرى تطلع لبعض الاحياء الشعبيه تلقى هذا موجود هنا احنا من البلكونات ايوه التمدن سبحان الله لما يجي يخفي كثير من المظاهر الجميله اللي كانت وكان في طبق يا استاذ هاني الطبق اللي هو كان اسمه طبق الداير بدون ما اضحك بس انتوا عاداتكم في العيد عامله ازاي ما هو ده زي المصريين يا غزي بنجهز برضو العيد الفطر وبنجيب العجين وبنعمل الحاجات وتجيب الاكله الاساسيه الاكله الاساسيه الطبيعي بتاع كل المصريين البسكويت الصبح والكحك مع الشاي باللبن بعد الفجر مباشره ننزل نصلي الفجر ونطلع بقى نبدا ناكل الحاجات بتيجي على الغدا بتعمل لنا ورقه لحمه ورقة لحمة والكلاوي والكبد والرز الابيض والسلطة ومش عارف ايه ورقة لحمة يا ابراهيم يا اما ساعات تقول لك زمان عن ورقة اللحمة تقول لك ده عيد فتجيب بط ووز بط ووز
وملوخيه وبتنجان مخلل ده العادي بتاع كل المصريين. بطوز طبعا كده بطوز يعني مع بعض بطوز ورينا فيديو لابراهيم ازاي بناكل البط انا بس اللي صعبان عليا غزي زي ما صعبان عليك ليه يعني متضايق بس لان كنا زمان فعلا بنتجمع وبنتلم وكانت الروح جميله وفي عادات وتقاليد ولا مش كله والله ايوه بس في والله خلينا كان في الطبق الداير اللي هو طبق البسكويت لما بتبقى عامل طبق سيرفيس كبير كده وروح ودي ده لفلانه اخذناها في حلقه تدوير وتطلع الطبق ما يرجعلكش يرجع لك بحاجه أيوة لازم يرجع لك طبيعي. طبق بحاجه لا وفي العيد بالذات لا في العيد بالذات بيبقى انت عايز تتكلم عليه حاضر في العيد بالذات الكحك كحك انا عامل ابراهيم وجاري عامل وجاري تاني عامل بس اطلع هنا يرجع لي برضو فيها كحك بس اللي هو عامله الكعك عندهم يسموه كحك بالحاء كحك لا يمكن تلقى مصري يقول لك كعك لا ما فيش الكلام كحك كويس لو مصري قال كعك يجي ورا بالطوب كعك يا ولا بس الصراحه لذيذ 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 والله 15 يوم بس انه انا خايف نكون والله البسكوت زمن الحياه والمشاغل توهتنا من بعض شويه انت بتقدم للي انت هتقوله صح لا انا نفسي اقوله طب ما تقوله لانه في حاجات فعلا وعادات وتقاليد مش الاكل بس بعدت عننا شويه غزه بعدت عننا شويه كنت يعني مثلا انا كاتب ايه زمان كنا لسه نضاف كنا مخلصين كان الخير بينا منهج كنا لسه طيبين كانت حياتنا واضحه زي الورده مفتحين كل ما نبعد نرجع نبقى لبعض مشتاقين ما كانش فيه خداع وما كانش بينا غش دلوقتي الوش شايل جوه منه ألف طب قبل ما نطلع الفاصل علي المغرب احنا نفس القصه لكن قبل العيد 25 يوم انا قبل العيد ب 25 يوم لان ال 10 ايام على جنب منه دي والله كان 25 يوم فلتت منك دي يا اخي زكريا انت جبت لنفسك والله استعد يا رجال والله ده شهر رمضان لا لا انا اسف قبل علي والله لا 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 هقول حاجه لا 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 اضرب فاصل اضرب فاصل اضرب فاصل اضرب فاصل حاجه صغيره علشان بعد كده بننظف وبنغسل السجاد والستاير انتوا مش فاهمين يا جماعه طب يا شباب صراحه يعني قبل ما انا ضحكت عليكم احنا نستعد للعيد بعد العيد ثلاث ايام الله اكبر زي اللي خلفك مضبع ده طب يا شباب بس عشان بس الوقت بتاعنا وانا وقتي ثمين جدا لا 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 ولا ثمين ولا يا شباب نسمع علي اتفضل والله جد مش 25 يوم علي لا لا حاجه غير الفتات ولا نمشي هقول في ليبيا في عيد الفطر في اكله اسمها عصيده اعتقد موجوده حتى عندكم هي بالدقيق الابيض الدقيق وبالسمن وبمرق لا حلوه ولا حامضه ترى عندنا دي حلوه ايوه انا حنطيبها الكم في السكن لا غيرتها في دقيق وفي سمن وفي كل شيء امورك طيبه امس تفوتك مكرونه اسال هاني المهم احنا في العيد يا بابا المهم في العاده موجوده في كل البيوت يعني ويس. العصيده هذه لكن في بيوت ثانيه عندهم حاجات ثانيه ونفس ما قال هاني يعني كل بيت مشهور بطبق معين في العيد فالسفره او الطبق اللي انت تقدمه للجيران هم يقدموا لك شيء ثاني وكذا وكان عندنا شيء مشهور في الحي وفي شارعنا نحن بالذات ان كل عيد نتجمع عند فلان الجار فلان مثلا هذا العيد عيد الفطر الجاي مثلا حنجمع عند بسيم اللي فات كان عند ابراهيم فكل الناس اوريدي حافظين حيمشوا البيت بسيم ومش بيت بسيم هو اللي جهز الاكل كل الجيران يبعد نحن خلاص صرنا حافظين دي تبع عمتي فلانه ودي تبع وامتى وسبحان الله يعني في بعض من كان كبار في السن فتوفاهم الله ان شاء الله ربي يغفر له ويرحمه فالطبق ينقص من الجلسه وكذا لكن سبحان الله دائما ذكرها يكون موجود سبحان الله فاشهر اكله العصيده عشان نختصر عليك انا الموضوع العصيده هي حاجه بيضاء بالسمن ولا زائد والرب الفتات ولا والرب زائد الفتات والسمن وايش السمن والرب الرب اللي هو لبن لا لا القشطه سيبوه يقول كيف دبس التمر يهاني حاجه قبلها بكم يوم صور نفس اللي عندنا ابراهيم نبدا نفكروا بس فيها 15 ابراهيم نفس اللي عندنا يوم تنفيذ كذا بالبر لا انتم سمن وعسل وهذا اللي مرشوش عليه أو العصيدة أو بالعسل لا يا شباب أو سمن وعسل جميل بكرة شباب أنا بتكلم بجد تاز
احمد بسيم والله مصدقين احمد بسيم طبعا الشباب شباب ممكن كلمه واحده بسيم ما تكلمش كلمه واحده بسيم ما تكلمش بلا كلمه بلا غير العصيده والفتات هاني اتفضل لا والله ان علي زكريا مصدقين وكل شيء شباب والله مصدقين بس نهزر مع بعض لا لا لانه فعلا فعلا هزر لحالك لا 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 هزر معنا صح شباب شباب بسيم والله قبل بسيم قبل بسيم بس احنا في البيت نبدا يمكن قبلها بيومين ننظف البيت وقبل العيد بيومين يمكن هو زي ما قال بيت العائله ستاير وسجاد وما ادري تاخذ وقت 10 ايام 15 تفضل بس تفضل بس بسم الله الرحمن الرحيم يمكن يقول حاجه مهمه يمكن كده كده انا بتاع العيد فاكيد هتكلم انا ليه كويس لا لا لعبتك لا احنا عموما زي ما غوز بيقول هو بنروح نصلي العيد وبنرجع بعد ما بنعدي على اختي والاقارب أو عمتي كده وبعدين نروح البيت بيبقى الفته طبعا ما ده في العيد الاضحى الكبير الاضحى وفي العيد الفطر في ناس بتعمل فته والدي بقول لك بيتنا ايوه ابويا بيحب الفته قوي ايوه في الفطر وفي الاضحى بلاش تضغط عليه خليك ان شاء الله حتى لو زي بلديش ابويا بيحب بيته ما شاء الله ونتغدى نقلب يعني الفطار بيبقى غدا كله فاهم ايوه بتفطر بنفطر يعني الصبح عموما الناس بتفطر حاجه بسيطه احنا في العيد لا بنفطر رز ولحمه وشوربه أيوة وبعدين يجي عمي بيديني العيديه فانا اديها لابويا يديها لابنه غسيل اموال كده موضوع كده دايما في حاجه غلط ولا حد ادينا عيديه كبيره وقعد مع امي ولا حاجه تلاقي ايه ماما وانا هخرج هي مش عايزه اخرج بالعيديه عشان اصرفها انت عايز تخلع منورانا والله منوره ايه لا 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 احمد ادخل جوه دلوقتي ما تخرجش ايوه ما تخرجش تحس انها تربطني بحبله ايوه فلوس الفلوس يا ولد ايه واتفاق كلنا بنتغدى طيب طيب قبلها طبعا ب 10 ايام بتبقى البيت كله صلتي ملتي ما فيش حاجه ما فيش اي حاجه غلط طبعا خالص طبعا فتحس عشر على 10 اواخر استفيدوا منها في التهجد يا باشا هو كده كده سنه رمضان عندنا بالنسبه رمضان عموما عندنا هي اكلتين اللي بتطبخ طول الشهر اكل اول الشهر بتقعد عليها بواقي لحد 15 يوم واكله في النص بتقعد بواقي لحد اول يوم العيد أسوأ عادي جدا تلاقي اول يوم بتتسحر مثلا جبنه رومي ومش عارف ايه ايوه لان جبنه ثاني يوم عادي ممكن تسحر باميه تسحر شطه ايوه بواقي بقى ما مش هتتلم بص اقول لك ليه لان احنا عندنا اول يوم رمضان بيبقى فيه 9 اصناف على بالظبط فالتسع اصناف دول ممكن يقعدوك 10 10 60 سنه عادي جدا يعني ده مش فكره مش في ثلاجه ومكرويف يعني عشان بس ما تفتكروش ان ده كرم لا انت لو لقيت والدتك داخله عليك بكوبات عصير فجاه اعرف ان الفاكهه في الثلاجه باظت ده حقيقي ايوه لازم عارف ده بيتكلم ده تجري ده محبه طيب الرنجه يا شباب لا انا خفت اتكلم يا خفت يا سعداوي سعداوي ده اطلع فاصل الرنجه قصدي ثاني يوم في العيد بالله احنا ثاني يوم في العيد بس عشان تداخل دقيقه في عيدك وفطرك ومرضك وسفرك وموتك كله لا لا بس اقول لك على حاجه ابراهيم هو بيقول حاجه صح احنا عندنا شباب اسمع اسمع اهو بص يا ابراهيم اسمع. بص يا ابراهيم بس في تفصيله بقى كلنا بنعملها بتهيألي نعم لبس العيد بتاعك نايم في حضنك طول بس جنبي وعليك جزمه ماشي انا كنت بنام بالجزمه يا ابراهيم انت وزيك انت ده قصه ثانيه بقى غزي ده قبل السنين دي قصه لا والله انا انام بلبس العيد ايوه انام بلبس العيد ده بطل كمال اجسام الفلاح لا واللي هو بقى ايه مامتك تصحيك الصبح انت ايه استنى شوي وانت سام مش نايم انت صاحي تقول بس عايز تعمل فيها كبير يعني لو قاعد يلا العيد هيروح فين والجمله الشهيره بتاعت الامهات العيد هيخلص قوم وانت ضمنت لبسك خلاص انت لبسك العيد خلص قوم العيد خلص قوم بس على طاري موضوع الرنجه عمره خلص انجزها على طاري الرنجه يا ابراهيم احنا في مصر هنا تاني يوم احنا بالنسبه لنا احنا في البيت هو لازم تبقى موجوده في العيد لازم تاني يوم لازم الرنجة الصبح محدش فاهم ليه لازم تبقى موجودة في العيد لازم بس موجود والله محدش فاهم ايوه هقول لك ايه هقول لك ايه الامهات ما بتطبخش في العيد قوي لان طول شهر رمضان بتبقى متبهدله يعني فاهم. فبتيجي بقى يقول لك نجيب حاجات متبهدله يعني البواقي بتاعت ال10 مش عارف ليه لا يا بسيم في الساعه ده بسيم يخلي البيت كله ما فيهوش ولا فرش ولا حاجه تقعد ولا ستاير مفيش يا ابني 10 ايام تلج قاعدين في تلج كده كنت قاعد والله اساله ايوه كنت قاعد فاكر جوز فيديو كنت مع جوز الامهات عموما الامهات عموما تفكر في الملاب بتشد من تحتك وانت نايم عادي جدا بتلف في الجو البيت بيبقى عريان البيت بيبقى عادي جدا والله والبيت هو مش عارف هو ساقع ليه انت نايم مقلعين هدومه يا رب
يا جماعه اعياد اه ماشي فرحانين بالعيد بس مش كده سقعانين والله مش بقى البلاط او السيراميك الله يسام عارفين السجاد يا ماما بالعيد الاخير صحيح وممكن تقوم تتزحلق كتير في الجو ليه ماما بتمسح خد بقى قاعد عند خمس ايام الدنيا غرقانه ميه لا بس بس اصلا فجأة زكريا بالله عليك السبب مش معلوم بالله عليك اصحى بلحظة ايه وانت نايم وفجأة تراب الستارة بينزل عليك انت نايم اهو تراب الستارة بينزل عليك بتنظف مفيش نظف كأن بني ادم يا رب لا ولا كأن بني ادم نايم عادي جدا اديك حاجة اسمع بسيم انا مرة والدتي جابت حد يصلح المروحة وانا نايم في الأوضة طلع عليا ايوه وانا نايم تحت ايوه عادي فبدأت احس ان في حاجة بتدوس عليا خد بقى والله العجيب لما ينظف الحمامات عزكم الله خير ما حد يدخل حمام ايوه وين نروح طيب وين نروح انت بتقول فيها انت بتقول فيها قبلها بكام ده اروح المسجد اروح المسجد الحمام بيبقى عبارة عن ايه يا ابراهيم؟ بيبقى عبارة عن شوية سجاجيد سجاد سجاد مغسول الحمام ده ما تعرفش تلاقي كده ماسكين سبعة ماسكين سبعة يلا يا عم يلا شقر شقر رقم أربعة ابراهيم اقول لك على حاجة في المسجد كلهم في المسجد ابراهيم اقول لك على حاجة اعزكم الله يعني قعدة الحمام ايه السجادة محطوط عليه اه ما في طب ماما عايزة لسه ما نشفتش بلاش مكان انت مش هتلحق تشيلها يعني عادي يعني عادي فشل كلوي اهم السجادة اهم رجالة البيوت بقى قبلها بخمس ايام عشان السجاد يلحق ينشف كلهم طالع فين طالع فوق السطح الله بيجي خمس ايام عشان يتمرنوا بيتنشر قبلها بقد ايه بس ب 60 يوم والله والله انا جالي رطوبه في جسمي بره بسبب المشي بقول لك شهر رمضان كاملا صايم وسقعان وماشي عامل كده والله اقول لك ده بجد بس والله اقول لك على حاجه والله ما والله ذكرها صح والله زكريا اقول لك على حاجه انا بتمنى يجيلي شغل في رمضان يا جدع احنا بصراحه احنا عضلاتنا ما طلعتش غير من شيل السجاد ايوه الله اذا رمضان احلى رمضان مر على غزي لما جاء المركز لا وبعدين بقى ايه وبعدين بقى لا انت ترجع وبعدين ما فيش حاجه اسمها الوقفه ترجع بدري البيت دي لا انت بترجع الساعه 12 بالليل تكون كل حاجه انتهت خلاص بقى اليوم على الشعر بكر ادخل بالجزمه ده اه لو راجل خش بالراجل ممنوع باشا تمشي على ايديك تخش على ايوه يا امي بتبقى قاعده عامله زي بتاع الراجل بتاع السكاكين لو حد دخل ممنوع والله ممنوع بس الشبشب بقى بالشبشب الشباب يا شباب هذا هذا عيد سعيد بتدخل بالشبشب والله عذاب سعيد بتضايق من ايه بقى بتضايق من ايه يوم العيد الصبح الأمهات تتضايق من أي يوم يوم العيد الصبح يجي ضيف بمنتهى الوجاهة دايس في طين في الشارع ودخل الشقة الله يخرب بيت طيبين طيب طيبين طيب عم دايس على الشقة بهدلت الدنيا بعد ما يمشي ما خدش باله يقلع الجزمه ليه بس لا اتفرج على لا لا كان اتفرج على الرياكشن بتاع الامهات او وهو ماشي وهو ماشي اتفرج الله يا عيد والله عايز ابص عايز ضيف ضيف بص لك انا مالي انا مالي هي طب هنعمل ايه وانا مالي انا امي لما بتيجي كده تلاقيها بصه كده ايه انا بتخيل بقى ان بطلع هنا البتاع دي عارفها وهي فيها ايه بتمسح يا شقاكي يا ام احمد يا شقاكي يا ام احمد وده داخل بالطين عادي كأنه والله اي والله ما ده واحنا ما بنتعلمش نيجي يوم العيد الصبح نرش ايوه ومن خوفك بقول لك من خوفك من البصه بتاعتها تحس ان انت يعني بنهرب انت اللي هتتضرب والله بنهرب هو اللي دخل ده انت اللي هتتضرب والله بنهرب انا مالي يعني والله بص لك يومك مش معدي لو كوبايه شاي وقع يا نهار ابيض والله لو انا منكم والله اخد والله اذكر على اقرب دوله جنبي بص يا ابراهيم بص ده جوه البيوت على خارج البيوت بقى احنا صف كده قاعدين زي المينا كده عند الحلاقين واحد واحد بيقوم يقعد كده وهي قصه واحده موسم زي طبعه كده والله العظيم ما تفهمش ليه بنعمل بنفسنا دخلنا سكانر يعني ما تفهمش ليه انت بقالك شهر قاعد مستني يوم الوقفه فتلاقي بقى ايه والمجاري صف زحمه والله المجاري يا ابني بكلمه في التليفون الدنيا كلها بتستحمى الدنيا راقت حمايه العيد يقول لك عايز تيجي تحجز تحجز ما بتحجز يوم اللي حلاق بجد والله تخش سكانر اقول لك على حاجه يا جماعه الخير في ناس قرعه قاعدين ما تفهمش ليه هو عارف هو جاي العيد عندكم العيد العيد عندكم خبر وفاه كده فجاه يفاجئكم انتوا عارفين انه بعد رمضان العيد ما انا بقول لك 15 يوم انت مش مستعجب منهم طب في كلمه شهيره بتتقال اللي هياخد دش اخر مره عشان هنقفل الحمام اه
حقيقة. والله حقيقة. يا والله كلمة بتنين. والله كثير. حد ياخد الدش عشان يقفل الحمام. لا هيتقفل ليه؟ حد عايز يخش الحمام. هيتشطب ويتقفل خلاص خلاص. لو انا. صيانة صيانة. مزنوق. والله المسجد بره يا مسجد يا في الجملة الأخيرة. هي لازم في كل البيوت. شباب. يلا لا ياخد الدش بسرعة عشان هنقفل الحمام. شباب والله دي ذكريات الطفولة. والآن في. طب اقول لك على موقف يعني مره حصل غزي لغزي محمد. انا في الشغل مش عارف ايه اللي بيحصل في البيت. يا غزي اخويا محمد مره نازل من البيت جري وخارج، قلت له راح فين؟ انا على الحمام. قلت له راح الحمام. راح الحمام ايه؟ خارج من البيت. فمراته فوق قافله الحمام ومنظفه وادخل روح الجامع. ده بيت عصب الحمام ملك. في من ضمن العادات في عيد الفطر صلاة العيد من ذكريات صلاة العيد يكونوا أهل بعض الأسر في الحي مجهزين هدايا للصغار للأطفال عشان يحببوهم صلاة العيد وكذا، فتحصل فيها مثلا شوكولاتة حلاوة مصاص مثلا ريال أو ريالين على حسب، محطوطة في زي الشنطة كده صغيرة. عندنا كده بعد العيد. صلاة العيد. بعد صلاة العيد تحصلها عندنا برضو هنا. عندنا. وفي المسجد قبل صلاة العيد قبل ما يجي الخطيب يعني بعضهم يجوا يمروا بالتمر على على المصلين. عصير. وفيه كان في عادات قديمة في نجد الأطفال كانوا يمروا على البيوت في الحي الواحد. كلهم كانوا يعرفوا بعض. الأسرة هذه تعرف الأسرة. فالأطفال كان لهم منشودة يقولوها في العيد. يطقوا على الباب يقولوا أبي عيدي عادات عليكم جعل الفقر ما يجينا ويجيكم. الله يدونا يعني العادة. أيوة حلوة. يقولوا زي كذا حلوة والله. أيوة يفتح الباب خلاص تصير ربة الأسرة ولا الأب يدرون إن الجيران بيجوا فهو مجهز فيعطيهم ريال خد بقى ريال. العيال الصغيره بتيجي عندنا طبعا احنا بنوزع شوكولاته بقى وحاجات بعد صلاه العيد. انت بتكذب يا العيال الصغيره. العيال الصغيره يوم العيد انت بتاخد شوكولاته من العيال. بتاخد العيال. ازيك يا عم؟ ازيك يا عم؟ اهلا يا بابا. عامل ايه يا حبيبي يا عم؟ اهلا. ازيك يا عمو؟ اهلا يا بابا. بس كل سنه طيب يا عم. انت طيب يا بابا. سنه طيب يا حبيبي يا عم. طيب يا بابا. سنه طيب يا عم. يفضل 30 كل سنه طيب لحد ما تطلع. يلا خد يا عم كل سنه طيب. مشي نسي كل شيء خلاص. بس هو خرج قبل ابوه بره راح فين؟ ايه يا بابا بس راح فين؟ ده كام عاده اداني 5 جنيه هحوشهم لك يا بابا انا عامل لمصلحتك. انت نفسك في البندقيه دي اجيبها لك العيد الجاي. والله بيحصل. يا سلام يا اولاد يا سلام. الله. نفوس كانت نفوس بسيطه. اي أيوة والله طيبة. كل ده على راي وسيم كده كل ده لسه في عيد الفطر. لا والصبح بس ده كان لسه الصبح. ده ليه لسه الصبح؟ امال خلينا بقى على العصر. غزي موضوع نفس 4 العصر كلنا بناكل طبعا تلس. يا غزي انا جبت المعلومه. 4 العصر كلنا بناكل قاعدين قدام راسي. انا جبت المعلومه. انا جبتها منين؟ طبعا ليس مصر كلها، في بعض الارياف مصر كلها. لا والله مصر كلها بتعمل بيبي من 60 يوم. انا بقول لك حبيبي صل على الحبيب. يا الكحك هذا في مصر كلها شباب. لا ثانيه واحده انا اوضح لكم بس احنا بنقول بطريقه كوميديه يعني احنا بنقول بطريقه بس حد لاقيها لكن هي الحاله بتبقى حقيقيه عظيمه. ده بجد غزي بقول لك كان بينام بيحط الجزمه جنبه. شوفها العصر الجزمه عامله كده يا حبيبي. غزين انت فاهم ازاي؟ بس طبعا احنا بنقول الحاجه بطريقه كوميديه. احنا كوميديه واقول لك طيب كل الامور هذه كانت اضافه بالضبط يا اخي. اذا كان في المدرسه إضافة بكره عليك رياضه تنام وانت لابس لبس الرياضه في المدرسه. نعم فرحان عليك رياضه تلعب. ايوه لا وفي التنظيف ده بجد يا ابراهيم يعني في التنظيف ده بيحصل بجد يعني. انا مراتي في يعني ام سمير في التنظيف موضوع التنظيف ده في العيد بتتحول هالك. ما حدش من العيال يقدر يقرب من اي حاجه لانها تعبانه عيانه فيها بجد. بس طبعا عندها حق زي ما قلت لك الحاله بتبقى حقيقيه. احنا تفصيله بعد كده بتبقى تقلب معانا كوميدي غزي. يعني بتبقى كوميديه في تفصيله عندنا احنا صغيرين ببيهات كده صغيرين. حميه العيد لازم مع انك حميه العيد دي امك مش بتحميك تجلدك. امك بتجلدك حاسس انك بتشيل طبقه من الجلد. والله متفاجئ. فتخرج من الحمام احمر تقول لك بص منور ايه جسمي ده. اتسلك يا حاجه جسمي وتلاقي جايب لك مثلا ايه تيشيرت
16 اكس لارج ده عشان يقضيه يقضيني ايه ده موضوع تاني بس سيب ده موضوع كبير ده هنطلع فاصل هنطلع فاصل هنرجع عشان نكمل وتلاقي الجري